بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. كان في احنا منير جاء لي يا أسامة في راديو بيفتح وعايزينك، عايزك تيجي تقابلهم. رحت تاني يوم، فين يا عم الراجل؟ هنتقابل فين؟ الناس بتوع الراديو دول. قال لي مكتبهم هنا في وسط البلد، بس نتقابل. هو راح 6 اكتوبر، تعالى نقعد في جروبي نشرب قهوه عقبال ما يجي. شاب صغير ستايل جدا ابن ناس قاعد معانا. فانا وصلت ايه ده صغير ده راديو ايه كام فيه؟ قال لي اسامه نعمل وانت وتاخد كام وتعمل ايه وبتاع. قلت له انت هتقدر تدفع لي مرتبي؟ وش بقى كده انا عشان اعطل نفسي هتقدر تدفع لي مرتبي؟ قال لي فاهم نتفاهم. قلت له هتقدر ولا مش هتقدر؟ من الاخر يعني انا بقى مخنوق وحاسس دي نصبه. فقال لي طب ايه رايك نتقابل الصبح في مدينه الانتاج الاعلامي نشرب القهوه سوا عندنا في الراديو؟ قمت مدور من المهندسين طالع مدينه الانتاج الاعلامي، دخلت لقيتهم بيدهنوا بقى وبيركبوا الاستوديوهات وبيعملوا الحاجات دي. قلت له ده انتوا راديو بجد؟ قابلت مين؟ عمرو اديب. قعد معايا عمرو. يا استاذ يعرف عمرو بقى جميل. عمرو ايه بقى؟ ايه الاخبار؟ انت تعمل لي بقى البرنامج بتاع بعد الظهر اللي هو الاساسي، هتدفعه كام يا عمرو؟ وش بقى الحوار كده يعني. فقال لي بص بقى هنديك 2000 جنيه في الشهر. قلت له ايه؟ هتديني ايه 2000 جنيه في الشهر؟ عم بيهم ايه؟ انا عندي بيت ومسؤوليات وحكايات. لما ضيع لك انا من الساعه 2 الظهر بحضر لحد الساعه 8 بالليل قلب الشغل بتاعي كله ب 2000 جنيه في الشهر، يبقى انت بتهزر. قال لي لا. قلت له انت هتهزر معايا؟ فدخل واحد لبناني محترم كده قال لي استاذ حضرتك مذيع؟ قلت له اه. قال لي ممكن نشرب فنجان قهوه عندي في المكتب؟ فبصيت لهم كده قالوا لي ده الاستاذ ريمون جاسبار مدير الراديو جاي من راديو 1 لبنان. قعدت معاه في المكتب، قام داخل وراه عمرو ودخل احمد فهمي ودخلوا كلهم وقعدوا. قال لي تعمل برنامج عن الحب؟ قلت له ايه؟ قال لي برنامج عن الحب. قلت له ازاي ده؟ قال لي بالليل كده. قلت له بالليل دي هايله، بالليل دي ممتاز، انا بكتب بالليل مش بكتب برنامج عن الحب. قال لي ايه رايك؟ قلت له والله انا بكتب اغاني وشعر وانا مزيكاتي ومطرب، فالحته دي حلوه يعني انا اقدر اتكلم فيها وبتاع وكده. تاخد كام يا استاذ مسامه؟ ادوني ال 2000 جنيه. انا قلت 2000 جنيه من 12 ل 2 حلوين، برضو مصروف البيت والحياه في اللطيف، وبرضو محدش هيسمعني خالص، فيجي لي الجرأة ان انا اشتغل، ما انا خايف. فتحنا برنامج انا والنجوم وهواك بالليل، وانا طبعا قعدت اجله. فجيت قلت له حتى فكرك حد هيكلمنا؟ قال لي اه. قلت له اه ايه؟ حد هيكلمنا؟ حد هيعبرنا يعني الساعه 12 بالليل؟ وانفجر البرنامج في وشنا من حيث لا ندري. بقيت قاعد ابص لحياتي في ايه؟ وما كانش في عندنا اس ام اس، كانت ايميلات، والايميل مش ملحق افرشه، والمكالمات نازله على دماغي هبد، والجرس ما بيقفلش، وحتى بيقول لي مش عارف افلتر بقى اول ما ارفع ده في اول حلقه. انا طبعا مش عارف اتكلم في ايه، فقلت هتكلم في المطلق. احنا نقدر نتكلم في الحب، خلونا نستقبل اول صوت تليفون، نقدر نعيش من غير حب؟ قالت لي لا اتعرف بيكي. قالت لي كذا كذا. نقدر نعيش من غير حب؟ قالت لي لا خالص. طيب انا عندي مشكله ممكن احكيها لحضرتك؟ قلت لا، دي ما كانتش في الخطه، انا مش حاططها في الخطه. فانا قلت لها ايه؟ نعم. قالت لي عندي مشكله ممكن احكيها لحضرتك؟ اتكسفت قلت لها اتفضلي. قامت حكيت لي المشكله، بدات افكر معاها الاصول بتقول ايه؟ بتقول كذا. قمت مجاوب بالاصول. المكالمه اللي بعدها عندي مشكله، اللي بعدها عندي مشكله، اللي بعدها عندي مشكله. خلصت الحلقه الساعه 2، التليفون ما وقفش. وحاتم بيقول لي التليفون يا اسامه؟ قلت له التليفون ما وقفش. ونبص على اللمبه بتاع التليفون تي تي عماله تنور. يا نهار ابيض، طب رد يا حاج. يوم رد يقول لها البرنامج خلص يا فندم. امتى؟ يوم الثلاث اللي جاي. ويوم قافل. نبص على اللمبه مش عايز تطفي. قعدنا للساعه 3 بنبص على اللمبه مش عايز تطفي. قلت له احنا لو قعدنا احنا الاثنين نبص على اللمبه كده مش هتطفي، مش هنروح. روح. نمت وصحيت الصبح قمت مكلم حاتم. قلت له يا حاتم ايه الاخبار؟ قال لي اخبار ايه؟ الله يخرب بيتك. قلت له في ايه؟ حصل ايه؟ قال لي الجرس التليفون ما وقفش لحد دلوقتي. قلت له انت بتهزر؟ قال لي والله ال 12 الظهر بيسالوا على البرنامج. المهم نزلت الشارع اشتري سجاير، يقول لي هو حضرتك بتاع الراديو؟ يا نهار اسود، انا نمت صحيت نجم، وانا بقالي 3 سنين ولا 4 سنين بهوهو عشان ابقى مطرب مش عارف.
الحلقه اللي بعدها فات الاثنين الثلاثه الحلقه قلت لحاتم تيجي نعملها بقى. طب كده كده الناس بتتكلم عن الخيانه. يا نهار اسود اللي حصل. جرايد تاني يوم الصبح مكالمات فاضحه على الانترنت على الاف ام، وسامة منير يفضح اسرار البيوت، من هذا الرجل الذي دخل بيوت مصر وكشف اعراضها ومش عارف ايه، ولقيت الجرايد نازله تا 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 فوق دماغي. لقيت احمد فهمي بيكلمني بيقول لي رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون منتظرنا الساعه 6. قال لي ما فيهاش هزار، المحطه هتقفل. قمت رايح لابس بدله ونازل رايح لرئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون وقتها كان الاستاذ حسن حامد. قال لي غلطه في برنامجك، غلطه، هقفل لكم المحطه كلها. انت بتتكلم على اي اساس؟ انت ايه الباك جراوند بتاعك؟ قلت له يا استاذ حسن، احنا دلوقتي اصدقاء جدا على فكره استاذ حسن يعني. قلت له يا استاذ حسن انا راجل لصالص اداب قسم اجتماع، اشتغل طبعا نصبايه لطيفه على الراجل عشان يعدل لنا البرنامج. قلت له انا لصالص اداب قسم اجتماع، اشتغلت في مركز البحوث الامريكي، كنا بنعمل بحوث اجتماعيه، وبالفعل انا كنت بعمل كده، وده المجال بتاعي، وانا اساسا مذيع اعلانات، فبتاع اعلانات ومطرب، فالحته دي بتاعتي يعني، انا مش غريبه عليا. غلطه، فاهم يا دكتور؟ غلطه، هقفل المحطه كلها. قلت له احنا عندنا ديلي سيستم، ده اي غلطه بندوس على الزرار اخر 10 ثواني في الهواء ما بيطلعوش، ده احدث حاجه في العالم يعني. قال لي طيب كويس كويس. خرجنا الدكتور طاهر حلمي، قال لي على فكره كويس حكايه الديلي سيستم. قلت له احنا ما عندناش ديلي سيستم. قال لي ايه يا احمد؟ قال له يا دكتور ما احنا بعتنا نجيبه ولسه ما ركبش، وما ركبش لحد النهارده، ما عندناش ديلي سيستم اساسا يعني، احنا ربنا كرمنا وعدينا.